آخر، حيث قدم المستشار محمود فوزي الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أمس السبت أوراق الترشح بصفته وكيلا عن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام بسحب نموذج الترشح وملء البيانات، وبلغ إجمالي تزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 424 تذكية، كما تقدم بتأييدات المواطنين له في الشهر العقاري والتي بلغ عددها 1,130,000 تأييد. وتقوم اللجنة باستخدام أجهزة الماسح الضوئي في عملية عد تأييدات المواطنين، وكذلك في فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب. أستاذ صلاح، الأرقام لها دلالات دائما والأرقام بتتكلم، شايف هذا الحجم من التأييد والتزكيات من أعضاء مجلس النواب دلالة عليه؟ هو طبعا حجم التأييد يعني أعتقد أنه أكبر من ذلك، لأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لا ننسى دوره في 30 يونيو بعد ذلك، هو الذي تصدى والجيش المصري من خلفه لمخطط جهنمي كان يستهدف الهوية المصرية، كان يستهدف الشعب المصري في صميم مكوناته وصميم هويته الثقافية والوطنية وغيرها. أعتقد أنه الرئيس بذل في العشر سنوات الأخيرة رغم صعوبة المهمة الكثير من الجهد والكثير من يعني أولا حجم المشروعات اللي نفذت على أرض مصر من أقصاها إلى أقصاها، أعتقد أنه يشهد أنه هذا الرجل لديه خطة بالفعل يريد تنفيذها ويريد لهذا الوطن أن يضعف. هي يعني ده النهوض الثالث لمصر، أعتقد أنه النهوض الأول كان في عهد محمد علي، النهوض الثاني كان في عهد الرئيس عبد الناصر وأجهد من قبل القوى الاستعمارية في 56 وبعد ذلك في 67. النهوض الثالث هو النهوض الذي تشهده مصر الآن بحركات التنمية المستمرة، إلى جانب أنه الرئيس بالفعل رغم الهزات الاقتصادية التي يشهدها العالم هو مصمم على أن يستمر في نهجه لبناء الدولة المصرية الحديثة، الدولة المصرية الحديثة التي نبتغيها جميعا ونسعى إلى أن تكون بالفعل دولة رائدة في المنطقة وفي العالم، ومصر بتاريخها العظيم أعتقد أنها تستحق ذلك وتستحق أكثر من ذلك. فأعتقد أنه الشعب المصري واعي، هو الرهان على إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع وأن يدلوا بدلوهم بالفعل في هذا الاستحقاق الرفيع، وهذا الاستحقاق هو الأهم في تاريخ مصر. فأعتقد أنه الاستحقاق الرئاسي يستحق أن نكثف وأن نلتف جميعا يعني حول قيادة واحدة، وأن يعني يكون لنا صوت مسموع في العالم، وأن يعني يعبر الشعب المصري عن إرادته الحق في هذا الاستحقاق. وإحنا مش بس أزمات اقتصادية وهزات اقتصادية، لا ده إقليم مشتعل بشكل كبير، يعني حتى الاشتعال الأمس كمان بيضاف إلى العبء الذي تحملته مصر. يعني زي ما حضرتك كنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية منذ في مايو الماضي، تذكرين أنه تعرضت غزة لعدوان كان عدوانا بشعا، وسرعت القيادة المصرية إلى تبني إعادة إعمار غزة، وتم رصد 500 مليار دولار لهذا الإعمار، وتوجهت الشركات المصرية وما زالت تعمل هناك حتى الآن لإعادة إعمار ما تهدم جراء هذه الاعتداءات. فدائما مصر ما تقدم الدعم سواء للأشقاء في ليبيا أو السودان أو في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الدول التي تتعرض حتى لهزات أو حتى لأزمات إنسانية أو غيرها، فنساعد على الفور ونحاول أن نمتص صدمات المنطقة. فالأعباء كثيرة والمنطقة بالفعل على فوهة بركان، وتعاني معظم دولنا الآن من هذه من عملية عدم استقرار، لأنه المخطط مخطط كبير بالفعل، ومصر دولة كبيرة ودورة رائدة في المنطقة، يعني المنطقة لن تستقر إلا عندما يكون هناك إرادة حقيقية بأنه بالفعل يساهم الدور المصري وتساعد الدول الكبرى على أن يستقر هذا الإقليم.